برحب بحضراتكم مرة تانية. ودلوقتي وصلنا لفقرة جي بي اس المحترفين. وقد ايه الفقرة دي مهمة؟ علشان الحقيقة بتلقي الضوء على لاعبينا المحترفين اللي مش كتير قوي ناس تعرف عنهم، وبنحاول نلقي عليهم الضوء لأول مرة. دايما بنتكلم على انه عندنا محترفين كتير مصريين، ولكن عايزين اكتر، عايزين نشوف محمد صلاح تاني، عايزين نشوف النني تاني. خلينا نشوف جي بي اس المحترفين المرة دي هياخدنا فين. انجلترا طبعا، نروح لنادي هال سيتي ولاعبنا احمد سلام. نادي هال سيتي الحقيقه الانجليزي اعلن عن توقيع عقد احتراف مع المصري احمد سلام لمده سنه واحده بس، مع ان هو عنده خيار التجديد لمده سنه اضافيه. احمد سلام الحقيقه عنده 20 سنه وبيلعب في اكاديميه هال سيتي الانجليزي، قبل ما تقرر اداره الفريق ان هي توقع أو توقع عقد احتراف معاه، وده بيديله أحقية المشاركة في بعض مباريات الفريق في الموسم الجاري. طبعا هال سيتي فيه كتير من مصريين كتير قبل كده مثلوا من قبل أحمد سلام، منهم محمد ناجي جده، منهم أحمد فتحي، عمرو زكي، وأحمد المحمدي، وتألقوا جدا مع نادي هال سيتي.